شكرا محمد. نرحب مرة أخرى بأرون ليزي جون من دبي وهو كبير المحللين في سانشري فاينانشال. مرحبا بك من جديد. السؤال الأبرز حول العملة الصينية اليوان، التحديات ضخمة حول هذه العملة، نتحدث عن إغلاقات لكورونا وأيضا أضعف أداء أسبوعي أو خسارة، أكبر خسارة أسبوعية لليوان منذ عام 2015. السؤال هنا، هل لو أردنا أن نجمع العوامل المؤثرة على ضعف اليوان، هل يأتي أبرزها من عوامل جيوسياسية أو من عوامل صحية ومتمثلة في إغلاقات كورونا، أم أن عوائد السندات الأمريكية المرتفعة هي العامل الأبرز لتسجيل اليوان خسائر متتالية؟ أولا مساء الخير. كما نعلم فإن اليوان الصيني سجل ضعفا قويا في الأسبوع الماضي، والعامل الأساسي حاليا على ما يبدو هو ما يرتبط بالاقتصاد. فالصين اتبعت عمليات إغلاق عام متشددة في شنغهاي وفي بكين، وهي تبنت عمليات إغلاق عام جديدة، وهذا الأمر سيبطئ النشاط الاقتصادي الصيني بشكل إضافي. ولمواجهة الضعف الاقتصادي الصيني، فإن الحكومة الصينية وبنك الشعب الصيني يعتزمان تخفيض قيمة العملة الصينية اليوان من أجل المنافسة بشكل أفضل في سوق الصادرات العالمية. فالتراجع في اليوان الصيني يمكن أن يدعم الصادرات، والعوائد الأمريكية في المقابل تصعد. سند العشر سنوات يحقق عائدا يقترب من 3%، أما العوائد الصينية فلم ترتفع بهذا المقدار، وهذا يعني أن الفرق بين العوائد الأمريكية لسند العشر سنوات والعوائد من السندات الصينية، هذا العائد أو الفارق اتسع، وهذا الأمر يدعم ارتفاع الدولار مقابل اليوان الصيني. إذن هناك عدة عوامل مؤثرة، هناك عوامل جيوسياسية ومخاوف جيوسياسية، لكن المحفز الأساسي في الوقت الحاضر وعلى ما يبدو هو التباطؤ الاقتصادي الصيني. دعنا ننتقل من سوق العملات إلى الأسواق المالية. رأينا تراجعات بالجملة بداية من الأسواق الأمريكية حتى الأسواق الآسيوية. السؤال هنا، هل ستستمر هذه التراجعات باعتبار أنها بدأت تقرأ تقارير صندوق النقد الدولي وأيضا البنك الدولي، أم أنها عملية جني أرباح وقتية؟ أولا بالنسبة لصندوق النقد الدولي، هو خفض توقعاته للنمو في الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصادات الأساسية في العالم. نحن نتفق مع تقرير صندوق النقد الدولي ولا نتوقع ركودا هذا العام، ربما يحصل تباطؤ هذا في بداية العام المقبل. وبالنسبة للأسواق، تقويمات الأسواق على الأغلب سوف تتراجع تراجعا إضافيا، فللمرة الأولى منذ عدة سنوات نحن نشهد السيناريو الذي تقلل فيه البنوك المركزية السيولة، الاحتياطي الفيدرالي يقلل أو يقلص ميزانيته. الوقت أزف. سيد أورون ليزلي جون، كنت معنا من دبي، كبير محللي الأسواق في سانشري فاينانشال، شكرا جزيلا لك.